شكل الفيديوهات عن تجربتي بالكويت عم تعجبكم. يلا المهم اليوم موضوعنا هو الزبالة. مثل ما بتعرفوا بأمريكا وكندا وأوروبا وهيدي البلاد بيصير في ريسايكلينج، يعني الزبالة الأكل بينكب لوحده، البلاستيك لوحده، النايلون أو الكرتون، لا الكرتون مع البلاستيك، النايلون أو الحفاضات أو الفلين أو الأشياء اللي ما بينعمل لها ريسايكلينج، يعني لحظة إعادة تدوير لوحده. فيعني إذا كنا طالبين أكل وجاي بعلبة لازم إذا بدنا نكب الأكل لحال والعلبة لحال، لازم تنغسل العلبة لأنه قبل ما نكبها بالريسايكلينج، لأنه الزبالة ممكن تقعد أسبوع بالجراج لأنه الزبال أو التراك تبع الزبالة بيجي مرة بالأسبوع، يعني بتعرفوها قبل بيوم بالليل بيجي تاني يوم الصبح هو بلمها وبتبقى للأسبوع الجاي كلها بالجراج، وقعدي عربيهم وقعدي اشتغلي فيهم وناقص 40 تطلع تحطي الزبالة برا و... لا 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 لا. هون إذا طالبين أكل أو إذا عم تاكلوا كله بينكب زبالة مثل ما هو، يعني النايلون إذا حاطين نايلون وحاطين الأكل على النايلون كله هيك بينعمل له هيك هيك وتشك وبينكب الزبالة، يعني ممكن في احتمال تكب ابنك بالزبالة بالغلط مع الغراض، شوكة سكينة مع الكباية ممكن ينكبوا كلهم بالغلط لأنه ما في داعي إنك تفكري مرتين. ما بعرف إذا هذا الشيء منيح ولا مش منيح، مش منيح للطبيعة بس منيح لإلنا نفسياً، لإلنا أسرع وأخف لبكة وأخف تعب والحياة حلوة. يعني أنا بعتذر من أصدقائي بكندا، أنا بحب لكم إنه كتير ببسطة هون كتير مدللة هون. كوماري اعملي لي قهوة.